أطلق مجلس مدينة درعا وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة UNDP والمجتمع الأهلي مشروع فسحة أمان للبدء بتأهيل وترميم الحدائق العامة في مدينة درعا، حيث باشرت الورشات وبالتعاون مع الفرق التطوعية تأهيل وتعزيل حديقة الصحابة في حي الكشف بدرعا وزراعتها بالأشجار. طبعا هاي المبادرة هي خلق عبارة عن رئة تنفسية لأهالي الحل، وأعطاء دور المجتمع المحلي دورهم وحس المسؤولية وحس المواطنة والانتماء للوطن. هاي الحديقة رئة تنفسية لأهالي الحي، حاليا نقوم بحراثة الأرض بالحديقة بزراعتها بالأشجار الجميلة اللائقة، طبعا بالإضافة لإقامة منصفات وأرصفة وكراسي. المبادرة هي مشروع كان شبابي بالأول، اقترحوه شباب من أهالي درعا، درسته المنظمة وبالاشتراك مع يعني مجلس المدينة وكذا تم تمويله، وهو عبارة عن عدة أنشطة. النشاط الأول هو خلينا نسميه زرع الحديقة وإعادة تنظيفها، متطوعين عم يشتغلوا بمساعدة عمال ومساعدة أهالي الحي. الأنشطة الثانية راح تكون هي أنشطة بتصير زراعة جوات الحديقة، راح يكون في مساحات ألعاب للأطفال. احنا جينا مساعدة لأهالي الحي اللي هون اجوا قاعدين كانوا يزرعوا أشجار ويزبطوا الحديقة، يعني قاعدين بيزبطوها والله. فاحنا جينا شفناهم انه قاعدين بيشتغلوا، هم في شباب متطوعين، سمعنا انه في ناشرين خبر على النت انه في شباب تطوع بدهم يجوا يشتغلوا بالاشجار وما اشجار، والله جينا لحالنا بادرنا محمد وساعدونا والله واعطونا لباس وكذا. تبرز أهمية وفعالية التشاركية بين الحكومة والمجتمع المحلي بمثل هذه المبادرات الوطنية وغرس روح التطوع لدى جيل الشباب للمساهمة في إعادة أعمار الوطن. للأخبارية السورية مرح المقداد.